إذا مشاهدينا، لكاميرا التلفزيون المصري تواجد نشيط بين قادة وزعماء العالم ومسؤولي المنظمات الدولية والمعنية بعمل المناخ. موفدة التلفزيون المصري إلهام نمر أجرت لقاء خاصا مع رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية كينومي أديشينا، وذلك على هامش انعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ. كوب 27 أو كما يطلق عليه كوب أفريقيا، بما أنه يعقد في شرم الشيخ في القارة الأفريقية وتترأسه مصر متحدثة باسم الدول الأفريقية. هناك اهتمام كبير جدا بمشاكل القارة الأفريقية بما أنها القارة الأكثر تأثرا بتداعيات المناخ، ولكنها أيضا في نفس الوقت الأقل تسببا للأضرار في هذا الاتجاه. فالقارة الأفريقية تنتج ما يعني اقل من 3% من انبعاثات الغازات، ولكنها تعاني بشده من اثار تداعيات المشكله المناخيه. في هذا الاطار بيسعدنا انه يكون ضيفنا في على شاشه التلفزيون المصري القناه الاولى الدكتور أكينومي أديشينا، وهو رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية. دكتور أكينومي أديشينا، دكتور أكينومي أديشينا، أنتم رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية. أولا أود أن أرحب بكم في مصر وفي التلفزيون المصري. كوب 27، إذا ما تحدثنا عن كوب 27 والذي دعي هذا العام كوب إفريقيا، والذي يهتم بشكل كبير بإفريقيا وهي القارة الأقل تأثيرا في التلوث، ولكن هي الأكثر تأثرا بهذا التغير المناخي، حيث أن القارة الإفريقية هي الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية. كيف ترون الأولويات لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية؟ تعلمين أن التغيرات المناخية ليست فقط نظرية، ولكنها هي أمر حتمي نعيشه بشكل يومي، فهي تؤثر علينا من خلال التصحر والجفاف، وترمي بتأثيرها على إنتاج القمح والذرة، وهناك مخاطر أزمات غذائية كبيرة تضرب أفريقيا لهذه الأزمة. فتفقد أفريقيا من 7 إلى 15 مليار دولار سنويا بسبب التغيرات المناخية، وسيصل هذا الرقم إلى 50 مليار دولار بحلول العام 2030. فهذه أزمة وكارثة إذا ما صح التعبير. فإن مشاركتنا في إصدار الانبعاثات الضارة ليست كثيرة، فحيث تصل إلى 3%. فهناك تكريس ل 41% من استثماراتنا موجهة لمعالجة الأضرار البيئية، وموجهة على وجه الخصوص إلى عمليات التكيف. فقد بدأنا بمداخلتين أساسيتين من خلال مشاركة الأمين العام، والذي تقدم ببرنامج لإعداد التكيف في القارة الإفريقية، وكان ممولا ب 25 مليار دولار مكرس فقط لعملية التكيف. ومن ثم لقد قلت أن البنك الإفريقي للتنمية يهتم كثيرا بهذه المسألة. إن هذا البنك هو بنك تشاركي، فقد قمنا بتجيش كل قدراتنا لاستيعاب كل المشاركات، وحركنا كل القدرات التي لدينا لاستجلاب 13 مليار دولار لتوجيهها إلى الدول الأكثر فقرا. من هم المشاركون في هذا الصندوق؟ هي كل الدول الإفريقية، والتي من بينها بلدكم مصر. من بين الحدود، أنكم تتحدثون عن الحلول الإفريقية إفريقية، فهذه هي حلول داخلية. فماذا ترون فيما يختص بالحلول الخارجية؟
علينا أن نتفاعل. أود أن أطرح عليك مثالا، لقد وفرنا الكثير من التمويل لتطوير الأدوات التي تقاوم التصحر وكذلك الاحترار المناخي. ولقد بدأ هذا البرنامج في العام 2018، ولقد استطاع هذا التمويل أن يقوم بعملية إصلاح لمساحة تصل إلى 650 مليون هكتار، ولقد قمنا بهذا الأمر للسودان، وسنتوجه كذلك إلى مصر. فهذه الأدوات موجودة وسيتم توجيهها إلى الدول التي تحتاجها. إنكم تتحدثون عن نقل التكنولوجيا، فلابد أن نأخذ بالاعتبار أننا لا نمتلك هذه التكنولوجيا، وعلينا أن نقول أن الدول المتقدمة لا تريد إذا صح التعبير أن توفر لنا التكنولوجيا. كيف ترون أنتم هذه المشكلة؟ لا يجب أن نقف مكتوف في الأيدي أمام مثل هذه المشكلات. لابد أن نقوم بما يجب علينا لأن نوفر الحماية لأنفسنا دون ما انتظر الآخرين. فأنتم تعلمون أن هناك أزمة كبيرة فيما يختص بالطاقة، ولكي نصل إلى التنمية التي نبتغيها لابد أن نوفر الطاقة. فقد قمنا بتوجيه الاستثمارات العديدة إلى 11 دولة من دول الساحل لكي تتمكن من إنتاج الطاقة. وإنتاج الطاقة وخاصة من خلال الطاقة الشمسية، من خلال إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، علينا دائما أن نحاول أن نوفر الاعتماد على الذات بشكل كبير والاكتفاء الذاتي. في نفس الوقت إن هذه المصادر المتواجدة بأفريقيا ولكننا نسيء استخدامها. ففي إفريقيا لدينا الكثير من مصادر الطاقة، طاقة الرياح وطاقة الشمس. هون فإن إفريقيا تحتوي على 45% من مصادر الطاقة المتجددة. ولكنها تحتاج إلى التمويل بشكل كبير واستثمارات كبيرة لكي نتمكن من استغلال هذه الطاقة، وهذا هو الدور الذي يقوم به إدارة البنك. إذا لم نوفر الدعم للمؤسسة العاملة في هذا المجال فلن نتمكن من الحصول على النتائج المرجوة. اليوم فإن البنك الأفريقي للتنمية وجد 80% من الطاقة يمكن أن نتحصل عليها من الطاقة المتجددة. نحن نحتاج إلى خليط ومزيج من مصادر الطاقة المتنوعة لكي نتمكن من الحصول على تنمية صناعية جديدة. علينا كذلك استخدام واستغلال الغاز الطبيعي. اليوم مصر تترأس كوب 27، ما هي الرسائل التي تودون أن توجهها إلى العالم أجمع من خلال الكوب 27؟ الرسالة واضحة، إن التكيف هو الرسالة الأهم. لابد أن ننتقل من الحديث والكلام إلى الفعل، فإن الدول المتطورة تود أن إنفاق 100 مليار دولار حتى 2030، ولكننا لم نتحصل على هذا المبلغ حتى الآن. إن الأمر الأهم هو أن نوجه هذا التمويل إلى الدول الإفريقية النامية لكي تتمكن من إحداث تغيير على صعيد الطاقة عندها، وكذلك لابد من توجيه
المواد الرئيسية لكي تتمكن من التكيف. شكرا جزيلا الدكتور أكي نومي أديشينما رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أشكركم شكرا جزيلا لتواجدكم معنا على القناة الأولى للتلفزيون المصري، أشكركم شكرا جزيلا.